رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد ورجيكم الفرق بين الايفون 11 برو ماكس مع سامسونج اس 20 الترا. خلينا نشوف الفرق. اوكي هلا انت شفت الصور وشفت كل شيء، بس بدي هيك اوضح شويه امور. يعني في شغله حلوه بالايفون 11 برو انك انت فيك تستعمل شيء اسمه فيلميك برو. هيدي الابلكيشن فيك تصور وايد وفيك تصور بورتريت، يعني بنفس الكم يعني كاميرتين عم تستعمل على يعني عم تصور على كاميرتين. تخيل انت ما فيك تعمل هاي بالسامسونج. سو بس عم بورجيكم هيك اشياء مهمه يمكن تفيدك. نحكي على الاس 20 الاشخاص اللي بده يسالوا على البطاريه، عم نحكي على الاس 20 الترا. تذكر انه هو الريفرش ريت تاعيته 120 هرتز، يعني عم نحكي على سحب للبطاريه بشكل خيالي، يعني وحاطين بطاريه فيها 5000 ملي امبير، يعني بطاريه كتير قويه. سو عم تحكي انت بحدود السبع ساعات متواصله بس تستعمل هالتليفون. سبع ساعات كتير منيح. إذا بدي قارنه بالآيفون عم تحكي شيء 8 ساعات ونص. الآيفون 11 برو إيه بطاريته كتير قوية، يعني ما في حدا يتحدها. في شغلة بس بدي أوضحها، وأنا من الأشخاص اللي أنا بشتغل على السامسونج، تعرفوا كلكم إنه أنا سامسونج يوزر. صدقني الآيفون الكاميرا تاعيته الفيديوز لما بتصور فيديو عن جد رائعة الكاميرا هاي، والفوتوز أكيد 100%، بس عم نحكي على 11 برو بالفوتوز كتير كتير قوية بهالموضوع صاروا. وعم بتحدوا كل الكاميرات. يعني انا بعتبر نمبر 1 كاميرا بالعالم هي للايفون، مع احترامي للجميع وتقديري للجميع. وبالنسبه للسبيس زوم انا حكيت عن الموضوع هذا، انا ماني مقتنع فيها لهلا. انا هالشغله ماني مقتنع فيها، يمكن استعملها يمكن مره او مرتين بالسنه يمكن بحياتي كلها. انا لهلا عندي تليفونات ما بتذكر عملت زوم، يعني ما بتذكر بحياتي عملت زوم. مشكله السامسونج ما عم بحكي على الالترا، عم بحكي على الاس 20 العادي. الاس 20 لما بتمسكه بايدك بتحس كانك حامل تليفون الفئه الاي. لما عم نقول فئه الاي يعني الفئه الرخيصه. الاس 20 حقه مثلا 900 و1000 دولار، هيدا حقه مثلا 600 500 دولار. سو كرمال هيك بس عم بوضح لكم هالموضوع هيدا بس الكل مشان يعرف.
شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوني لايك سبسكرايب، إذا عندكم أي شيء بليز اتركوا لي إياه وأعطوني رأيكم بالفيديو، وأنه تليفون أحسن بنظركم. Thank you so much. سلام.